مبروك مقالي كمية كتير مس دنيا. Thank you Lucy. ده بقى نسخة من المقر الرئيسي للمؤسسة في أمريكا.
مبروك مدام دنيا. ميرسي ماجي. بس على الله يا دنيا، تراعي الحمير وبس، وقلبك ما يحنش قوي على البني ادمين اللي في الحارة. انا مش قادر افهم ازاي سمحت لنفسك تخش بحارة زي دي. او سامي، I know you so well. انت ابن عمي وانا عارفك كويس قوي. انت برضو تربية حواري. ايوه، بس حواري اوروبا غير حواري هنا. Just a moment Sammy. Ladies and gentlemen, we can all have a bite. The buffet is open. Please, let's go. ايه ده؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ دنيا، انت مستنيه ضيوف؟ شوف ايه؟ هو انا هضيف حمير يا سامي؟ دي مظاهره. عايش 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 يا اخوانا، لازم تظهروا كعربجيه قدام الهانم بمظهر حضاري. ده انتوا يا دوبك 30 40 حمار، اما لو وصل بقيتكم 200 حمار هنعمل ايه؟ الله فيك يا فواز، في بره يجي 40 حمار ب 40 عربجيه عايزين يخشوا. يخشوا فين؟ هنا؟ ممكن بقى الحمير تيجي الناحيه دي والعربجيه يجوا الناحيه دي. والله ما في عربجي هياخد مليم من الجمعيه. معقوله؟ ماسكين الحمير كرابيج؟ ليه؟ فاكرينهم بني ادمين؟ ايه يا لوسي؟ ايه يا ماجي؟ انتوا جايين انتوا؟ عايزين تنشروا بمنظركم كده الحمير؟ امشي بسرعه امشي بسرعه، خش جوه خش جوه اتقلب. ممكن كل عربجي يهدي حماره؟ اهدى يا سامي، اهدى اهدى من فضلك. ممكن افهم جاب الحمير دي كلها ازاي؟ اللي اسمه ايس موزع الاربكيه كروت توصيه وقال لهم ان في 200 مليون دولار قوه، اللي عايز يجيب حقوق حماره ياخدها. ايه ده؟ ده اتجنن، ده اتجنن، اكيد اتجنن. مش مجايبك، اشربي بقى. والزفت عايش ده فين؟ انا جيت في الان تايم. او ماي جاد، خش دخل دخل يا عوض. تعال، الظاهر الجمعيه هتشتغل نار. او نو، ذس از امبوسيبل. انت اكيد اتجننت يا عايش. يا هانم، ده انا جايب لك شويه حمير من احمر حمير البلد. بقى دي عامله تعملها يا عايش؟ تجيب لي حمير الجمعيه؟ مش حضرتك قلتي لي وصيتيني لما الاقي حمير في الشارع عايز رعايه اجيبها؟ ايوه يا بني ادم، حمارين ثلاثه ممكن تمشيهم دلوقتي. ماشي، حاضر. معلش يا عوض، اخلع بالحمير، ودي عايزه ترضع. ها، اتك على الله وحقوقك محفوظه. معلش يا هانم، الظاهر انا فهمت غلط. لا يا عايش، لا لا، انت نشيط وعايز تعمل شغل، بس الاول انت لازم تطلع على لائحه الجمعيه وتبقى مسؤول عن حصر التعديات على حقوق الحمير، ويا ريت يبقى مدعم بالصور. فهمت، يعني حضرتك تقصدي ان انا اخد كاميرا وانزل الحمير في الشارع بلاش قعده المكاتب. بالظبط، ده مكتبك. لوسي وماجي من هنا ورايح هيكونوا تحت امرك. كمان سامي، ليتس جو. يلا يلا. فين؟ انا هطلع بره فوسط حمير. ما تقلقش ما تقلقش يا سامي، كل عربجي بره عارف الحمار بتاعه، مش هيحصل لخبطه. Come on ladies and gentlemen, the party is over, let's go. يلا. يا سلام، دنيا أفضل بيت في جيلي في الإن تايم. أما أنت يا سامي غازي، هخلعك من هنا سنة سنة. دي باي طليطي. آيس، أنت هتعملي إيه في ويك إند بتاعك؟ ويك إند؟
ويك اند ايه يا لوسي؟ واحنا لحقنا ويك اند كاي يعني؟ والله انا غالبا بغسل قصدي بغسل همومي يعني. انا ممكن اغسل لك همومك وهدومك. ازاي يعني؟ بكره انا وانت نتأسى سوا وبعدين نلعب ايه؟ نلعب تنس. مسيو عايش؟ ما بلعبش حكشة. لا مدام دنيا اتصلت بيا وعايزة تطمن. يا ترى الشقة اللي خدتها اختك كويسة؟ بسرعة يا ايمن، بسرعة يا اسامة. مش عارف انام يا عهود، بقالي اسبوع حاسس ان الاوضه بتوسع. عشان الشقه ما فيهاش عفش يا عاكف، علق صوره جدك. متشال حتى وانت في الصوره. مفيش حد يشيلنا انا يعني؟ ما كانتش دنيا خايه زي دي تكمل جمالها وتجيب لنا شقه مفروشه؟ احمدوا ربنا، ده احنا واخدينها منها فوق البيع وبشكل مؤقت كمان. وخاله عايش ما يجيش يعيش معانا هنا ليه؟ هي بقى خدته مننا فوق البيع، ويا ريت هو راخر بشكل مؤقت. كانت خدتنا انا بس، لا والله عايش يستاهل كل خير. ايوه وحشني قوي. يا ترى مين اللي بيحضر له العشاء ومين اللي بيوضب له هدوم؟ طب ما تيجي نروح نزوره ونطب عليه فجأة بقى. لا يا خلود، هو لما هيفضى هيجيلنا. بيت الحرم مبقاش مكان عيشته، ده بقى مكان شغل. انا مش من حقي اتدخل في تفاصيل حياتها. انا اقصد بصفتك مديرها يعني، ما تكلمتش معاك في حكايه اخوها ابدا. انا اول مره اسمع حكايه اخوها الارهابي دي من حضرتك دلوقتي، وده بيفسر لي توترها وعصبيتها في شغلها. طيب مفيش مره اخوها جه زارها؟ لا ولا مره ولا عمر شفته. طيب مفيش حد من قرايبها بيزورها في العمل؟ لا مفيش، غير واحد اسمه عايش. اوعى اوعى اوعى. انا اسف، دي لازمه بقه. ده سواق تاكسي اتعرفت عليه بتستخدمه في ربط اجزاء في المهن. هي مخرجه مش كده؟ ايوه، وبتعمل فيلم تسجيلي. وايه علاقه الفيلم ده بالشخص اللي اسمه عايش؟ يعني ظروفه وافكاره السياسيه متوافقه مع اهداف الفيلم. ممكن اخد حبايه؟ ده فيلم كبير قوي، نفسي افهم مين اللي عمله عليا. بقى احنا بعاد عن بعض المده الطويله دي يا عبد الغني، وجاي لي النهارده عشان تشك فيا؟ انا بقيتش اثق في اي حد خالص يا عمار، بقيت اشك في صوابع ايديا. يا راجل، مش انت اللي قلت واقترحت ان كل واحد يشوف مصلحته؟ ايوه بس مش لدرجه ان احنا نقاطع بعض يا عمار. انا يا اخي كنت اقصد عايش اللي بقى بيني وبينه قطيعه محدش هيقدر يوصلها ابدا. يبقى العيب فيك يا عبد الغني. طب ما انا هو قدامك، مفيش اي خلاف كبير بيني وبين عايش. انا مش فاهم هو قارش ملحيتي كده ليه؟ طلع لابوه ما بيطقش يشوفني غني. انسى بقى يا عبد الغني. انسى ده ايه؟ بقول لك حالي واقف في السوق، بنضرب من كل ناحيه، انا اول مره البضايع ترجع لمصنعي تاني. اكيد في حد بيلعب من ورايا، وانا ما احبش حد يلعب قدامي. وعايش ماله مال نسيك، وماله مال لعبتنا اصلا؟ اللي بيلعب ومزنق عليك حد من المنافسين. ايوه صحيح، ممكن. طب وانت؟ انت بطلت تورد لي خيوط ليه يا عمار؟ سبحان الله سبحان الله يا عبد الغني، مش احنا اتفقنا ان ما يبقاش فيه بيننا وبين بعض شغل عشان ما يحصلش خلاف؟ ايوه صحيح، حصل. وايه اخبار الواد عجب؟ ها؟ على فكره انا مستعد اورد له قماش علشان يعني يمشي مصنعه. كويس قوي، روح اتكلم معاه. انا اتنزل واكلم واد عيل زي ده؟ هيفتكرني مكسور له. تصدق وتامن بالله يا عبد الغني يا اخويا. ونعم بالله. انا لغايه دلوقتي مش فاهم انت جاي لي ليه؟ وعمال تلف وتدور على ايه؟ تصدق وتامن بالله يا عمار يا اخويا. ونعم بالله.
انا هيتخرب بيتي، هروح في 60 داهيه. سوزي حامل. يا نهارك مهبب يا عبد الغني. الله، وكمان اللي عرفت انت لسه متجوزها على مراتك جواهر ما بقالكش 16. الخوف مش من جواهر ولا كاميليا، شاهيناز ما بترحمش. دي لقطات بتتجمع الاول وبعدين تتركب. مفهوم. انا غاوي اصلا افلام تسجيليه. يعني حضرتك موجود هنا بصفتك غاوي مش محقق؟ لا ده حقيقي، انا بس عرفت انك انت بتعملي فيلم فحبيت اجي اخد فكره بس. انما انت ليه سميتي اسم فيلمك الغيبوبه؟ عشان ده اسم الحاره اللي عايش فيها الانسان اللي بيربط لي احداث الفيلم. والحاره طبعا رمز. لا لا لا، ده فيلم تسجيلي بيحكي عن الاحداث اللي حصلت في الوطن كله من 48 لغايه النهارده. برافو، يبقى انا صح، يبقى الحاره رمز الوطن. ممكن حضرتك تعتبرها كده. يعني انت تقصدي ان الوطن كله عايش في غيبوبه؟ لا 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 لا، ده مش فيلم سياسي. وحتى لو كان سياسي انا مش عايز احس اني متهم. ويا ترى طارق اخوكي ليه اراء في الفيلم ده؟ طارق اخويا ما شافش الفيلم وملوش علاقه بشغلي، ده كان ضد شغلي. وما تنساش حضرتك انه اخويا وانا اللي بلغت عنه بنفسي. دي مجرد دردشه يا انسه ولاء. ثانية واحدة، ثبتي لي الصورة دي. مين الشخص ده؟ ده عايش اللي بربط بين حكايته وأحداث الفيلم. وده كان يعرف أخوكي؟ لا. ممكن أقابله؟ أنا جيت في الإن تايم. إيه ده؟ معقولة ولا؟ معقولة يا أستاذ معلبات؟ معقولة بتشغلوا الفيلم من ورايا؟ اتفضل يا عايش. اتفضل ايه بقى؟ انا كده بقيت في الاستوليت بصراحة، جايبين لي اخ عشان يكمل بدالي. هي يعني المسألة بالطول يعني؟ لو متعيش. ها يا عم انا ماليش في الشغلانة دي. مش قلت لك الجدع ده مش هيجيبها لبر؟ على العموم انتوا الخسرانين، انا كنت جايب لك شوية حواديت قبها كلها اسرار عن الامن والداخلية والتفجيرات اللي كانت بتحصل ايام الشيوعيين والاخوان والسجون والمعتقلات و بلاوي بلاوي فضايح للبلد كلها. بصراحة هتنفعكم جدا. الأستاذ المحقق اللي بيحقق في قضية طارق أخويا. ازيك يا طارق؟ طيب استاذنا. السلام عليكم. لا حضرتك ما تفهمش غلط، عشان دخلت وبتكلم عن المعتقلات والامن وكده. انا بس كنت جاي لخيري. خيري انت نسيت ضفايرك في السجن؟ ها ده مش تحذير، مش تحذير ابدا، اعتبره راي من انسانه بتحبك وباقي عليك وباقي على علاقتك باولادنا. اللي بتطلبيه مني ده مستوره في عدم ثقه منك فيا، وكمان بتفسدي ولادك وبالاخص سيف. معلش كل شيء هيتصلح، بس لو سمحت نفذ اللي انا طالباه منك. قصدك اللي طالبه ابنك سيف وبنتك فتوى؟ فليكن، عشان منظرك قدامهم ما يبقاش جوز امهم اللي طمعان في حقوقهم. وانا مش محتاج اثبت ده. ابنك هانم على صوته عليا ورفع لي حواجبه، هعامله ازاي بعد كده؟ معلش ده اندفاع شباب ولازم نمتص غضبه. على فكرة أنا هلغي التوكيل اللي أنا عامله لك، وأنت زي ما أنت هتدير المصنع والبيت. ابنك هانم اللي هيهد المصنع وهيهد البيت. عمار أنا في موقف صعب بينك وبين ولادنا، اديهم فرصة إنهم يختاروك من جديد،
يمكن لما ياخدوا حقوقهم يجوا يقولوا لك تعالى ساعدنا وقف جنبنا. لما يغرقوا ويغرقوكي ويغرقوني معاهم ويضيع المصنع، هتطلبي مني اتدخل بصفتي ايه؟ بصفتك جوزي وابوهم. ابو باسل وعد بس، هي دي الحقيقه. اللي بتطلبيه مني ده هانم هيخلي عيار سيف وفدوى يفلت، وهيبقى فيه احقاد وغيره بين ولادنا. عمار انا ما رضيتش الغي التوكيل من وراك. الغيه الغيه مستوره، انا مش محتاجه. انا لا هفرط في المصنع ولا هفرط في تربيه العيال دي. محروس بيه، انا كلامي واضح، احنا ساعدناك على قد ما نقدر، بس اللي انت طالبه ده رئيس الحي مش هيوافق عليه ابدا. انا طالب حاجه قانونيه وده من حقي، قدمت الرسومات لوحات معماري وانشائي ودي واقف على الامضه. مادام انت شايف انها حاجه قانونيه ما دخلتش ليه رئيس الحي؟ يا مدام منتهى، يا منتهى العقل يا قريحة، رئيس الحي هيدخلني في متاهات، انما واحده زيك فاهمه اكيد هتلاقيني من السكه. مدام منتهى ادينا الورق. دول اربع ادوار بس اللي هعليهم في العماره. شوفي لي انت بس السكه، وكل سكه وليها سكه، هي تكه امضى ورخصه تطلع والاربع ادوار يطلع. انا ماليش دعوه بالسكك دي يا محروس بيه. وتفضل بقى. فهمتيني غلط، انا عايزك تيجي تعيب نفسك العماره، واللي هتحكمي بيه هنفذه. انا ماليش دعوه باوعى ولا بسنيه اوعى بتاعتك دي. انا مش عايز حضرتك تتوتر، حضرتك اللي سالتني قلت سين بتشتغل ايه مش كده من خمر؟ عرفت بتشتغل ايه، كنت شغال سواق تاكسي، وكنت شغال في الصرف الصحي، وكنت شغال طبال ورا اوعى. وفران حضرتك نزيد فران، اسال من خمر هو مأيدها، انما حاليا انا بشتغل مدير عام جمعيه حقوق الحمير. ايه الحمير؟ احنا هنهزر؟ اكتب. الواد اللي اسمه طارق ده جالك في اي مكان؟ الواد اللي اسمه طارق ده جالك في اي مكان؟ انا بقول لك انت يا بني ادم، عارف عنوان شغلك؟ عارف عنوان بيتك؟ انا ما شفتوش اصلا، انا كل اللي عرفته من اخته ولاء ان هو ناقم على الدنيا وعلى البلد وعلى كل حواليه. اه ما هي دي فكره فيلم الغيبوبه. لا ما تكتبش مخيمه، ثانيه واحده، لا ده ملوش علاقه خالص بفيلم الغيبوبه. يعني انت متاكد ان والدك ووالدتك كانوا في مكان الحادث ده صدفه؟ الواد طارق ده مش مدبرها انتقاما من اخوك صاحب العماره اللي وقع. بصراحه بقى اخويا، يعني انا اول ما ولاء قالت لي ان اخوها هو الواد الارهابي على طول اتنطر من جواه السو، والسو اتبروس وشك، ومش بعيد ان السو. يا اخ عايش، يا اخ عايش، انا بقالي ساعتين تعبت من السو والاوعى ولاد ستوليت بتاعك ده. خمر تعمل لي مشاكل بصراحه، الراجل اتنرفز على صبته، شيل الزربطة دي، في حد يكتب في التحقيق سووه ده سنه اوعى تمام. ايه علاقتك بالاخوان؟ ايه ده مخيمر؟ معقولة؟ وجايله بدقني كمان؟ وانا من حقه يسألك بصراحة. يا بني ادم، يا بني ادم، انا بسألك انت، ايه علاقتك بالاخوان والشيوعيين؟ ما تكتبش كلام ده مخيمر. لا 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 بصراحه ده كلام بقى يفضح بصراحه. معقوله؟ ما ينفعش يا فندم، سؤال متناقض. يعني اخوان وشيوعيين ما ينفعش، هي حاجه منهم، يا اخوانجي يا شيوعي، وانا لا ده ولا ده. هي فتره بصراحه انا عشتها في الجامعه زي زمايل كتير عاشوها. طب وانت شايف ان ولاء اخته سبب في انحرافه؟ بالعكس، اللي انا شايفه ان سبب انحرافه هو اخويا عبد الغني. أنا مش فاهم، أنتوا في التحقيقات بتلقفوا وبتلقطوا أي اسم يتقال قدامكوا تحققوا معاه، ليه ما لقطوش عبد الغني؟ اكتب يا مخيمر، اكتب اسمه، اكتب عبد الغني شحاتة منافع. أنا رأيي المفروض تقبضوا على عبد الغني وتحققوا معاه. أنت هتحقق معايا؟ يا عاكف أنا ما بحققش، ما بحققش، أنا بس بسألك، حد بره عارف إنك أخويا؟ لا، ما كانتش مناسبة. أحسن. مدام مستعر مني، بعتلي أجيلك ليه؟ وحشتني، وحشتني يا عاكف أخويا، بس برضو يعني ملكش حق تيجي باللبس ده عندي هنا في المكتب. هاتلي هدوم من عندك، ما أنت بتغير هدوم كل ساعتين. عينيا
عناية عاكف اخويا، هبعت لك بدلتين بالجزمة مع السواق. متشكرين يا سيدي. عشان يبقى عندي من كل حاجة اتنين، بدلتين وجزمتين وكلية واحدة. خلي عايش يحلها لك. الامر حق، عايش عامل ايه في مشاكله؟ الحمد لله، ربنا وقف له ولاد الحلال، ست طيبة دفعت له الرهنية وجابت له شقة جديدة قعدت فيها أنا وأختك عهود وولادها. ما شاء الله ما شاء الله، أنا كده بقى اطمنت عليكم. آه بس أنت ما بتسألش علينا يا عبد الغني. كله من تحت راس أخوك عايش، أنا ما أقدرش أدخل في حتة هو موجود فيها، ما أقدرش أحط إيدي في إيده بعد اللي عمله. يا عبد الغني يا أخويا عايش طيب ومحوط علينا. أيوة محوط، لامم اخواتي ضدي، مسوق سمعتي. بالعكس، ما بيجيبش سيرتك، انما اللي بيروح له عايش بياخده في صدره ويطبطب عليه. اللي قولي عبد الغني، هو اخوك عجب ماله؟ ماله؟ ما هو عامل زي الجن اهو. لا اصل انا كنت نايم فوق ومطرطق وداني، سمعت صوت عجب وهو بيعيط وعايش بيهديه. ازاي يا عاكف؟ قولي يا حبيبي. قولي اخوك الكبير اللي بيحب، قول لي احسن يكون عجب محتاجنا ولا حاجه. هو كان بيعيط ليه؟ ما اعرفش، انا يا دوب سمعته وهو بيقول لي عايش انا خاين انا خاين، خنتكم كلكم. ايوه هو انت كده مسكتني اول الخيط. مش فاهم ايه ده يا ماجي. ده مرتب حضرتك. مرتب ايه ده؟ وانتوا تقبضوا كل يوم هنا ولا ايه؟ ده احنا لسه ما كملناش شهر. لا يا ستي متشكرين. ماجي ماجي بصت دي بالسحلاوي دي مش عجباني. لا لا ماجي لا، انا مش عايزك تبصي الرزق حد ابدا. انا عايزك تهتمي بشغلك اللي انا مش عارف ايه هو لغايه دلوقتي، علشان يبقى لي عين اطلب من دنيا هانم تزود مرتبك انت ولوسي. بالمناسبة ليه ماجي اللوكشة اللي في ايدك، قصدي الظرف ده مرتبك؟ ايوه بس واضح ان انا هسيب الجمعية. لا ماجي الجمعية قايمة على كتافي كمان وعاملك فيها مهم. لا لو عندك اي مشكلة مادية انا هحلها لك. مرتبي ناقص، اتخصم منه 3000 جنيه. ده مش مبرر. نعم لا افهم، انا عايز افهم. أنا سمعتك بتقولي مرتبك 3000 ولا اتخصم منه 3000؟ لا طبعاً ده الخصم، الظرف مفهوش غير 6000 جنيه. يا عيني عليكي يا عيني، 6000 وخصم 3000 يعني مرتبك 9000 جنيه في الشهر. ومش فاهمة لوسي بتاخد أكتر مني ليه؟ بتاخد 10000 جنيه في الشهر. مش محتاجة ليه؟ مش محتاجة ليه يا ماجي؟ مش محتاجة ليه؟ انتي متعذبة قوي انك مش فاهمة لوشي بتاخد اكتر منك ليه؟ انا اعمل ايه؟ انا بقى اللي مش فاهم انتي ولوشي بتاخدوا اكتر مني ليه؟ فهمتها؟ بانت وفاحت ولا احد فهمتها؟ دنيا هانم خصمت منك 3000 عشان تدي 1000 لوشي وتديني انا بصفتي مدير جمعية حماية حول الحمير 2000 جنيه، يعني انتوا الاثنين بتقبضوا 19000 جنيه في الشهر ياكلوا شبرا، وانا كمدير اخد 2000 جنيه. انا ما حصلتش حتى حول الحمير. انا لازم اكلمها. نسيو عايش سيلفو بليه كيسكو سيك الكسوليا. مدام دنيا ملهاش دخل، دي تأثيرات المؤسسة الامريكية. يبقى الامريكان مش عايزين يقدرونا صح، بيقدروا الحمير وجايين على البردعة. من فضلكم حد يبلغ دنيا افضل ان انا وصلت. اهلا وسهلا دكتور عرفان، اتفضل استريح مع سيادة المدير ثانية واحدة وهديلها خبر. دكتور دكتور ايه عارفين اخويا؟ ايه اللي جابك هنا؟ عايش اخويا؟ الله الله الله، هو انت اشتغلت مدير عند دنيا افضل غازي؟ شت حط صوتك. وايه الهباب اللي في ايدك ده؟ وانا ابطل اشتغل طبال تشتغل انت الاتي؟ ومن امتى بتعزف مندولين؟ متخصص في الناي والله. السلطاني البرطمان داري داري اللي باب اللي في ايدك ده داري انت وصمة عارك يا بتاع دنيا غازي. شت
وطي صوتك. افهم افهم يا عرفان، انا اخترقت جبهتهم، رسمت عليهم السيناريو اللي هو اكبرتهم واحرجتهم عشان يختاروني مدير للجمعيه. تبعت القضيه وبعت عيله منافع بتمن رخيص. بلاش بلاش يا عرفان الكلام الكبير ده. افهم، انا دخلت المطبخ بتاعهم، دخلت غرفة عملياتهم علشان اكشف مخططاتهم واكشف اللعبة بتاعتهم علشان في الاخر ارجع كل الذهب من عيلة منافع. الدور باقي عليك انت. كيت محلس لها في ايه؟ لا انا مش زيك عايش، انا بتعامل معاها من فوق. انا كلمتها، لما كلمتها طلبت مني انها تطبع لي كتابي واندلسها. اتنزحت عليها. ايوه اتنزحت عليها، وطلبت منها انها تدفع لي 30,000 جنيه عشان عمليه معها اخت منتهى. بصراحه كانت منتهى الكرم، قالت انها تدفع لي 100,000 جنيه. هلو، اهلا دكتور عرفان. اهلا دنيا هانم، انا جبت لك نسخه من كتابي واندلسها، تحب اقراهولك دلوقتي؟ لا طبعا، احنا مش عايزين ندوش الاستاذ عايش. ده هو اللي داوش الحاره كلها. غرناطه يا غرناطه. انا عندي ميعاد مهم في الفيلا، ايه رايك تيجي بكره تتغدى معايا وتقراهولي؟ اوكي. تعالى اوصلك بعربيتي. باي عايش. باي باي. انت عرفان بالسهوله دي توصل لدنيا هانم وتعزمك كمان على الغدا بكره وتوصلك بعربيتها؟ هي تطلب بس وتنوش. اطلب ايه يا محروس بيه؟ اقصد يعني شاي قهوه حاجه ساعه. لا متشكره، انا رجعت التنفيذ والاساسات، الرخصه ما فيهاش عليها. يا ستي ما تسرعيش في حكم، سيبيني انا اتصرف. انا من الاربع ادوار زياده في 3 شهور هيدخل لي فلوس كتير، والكتير لما ينقص برضو كتير. تقصد ايه يا محروس بيه؟ حتى اسالي المدام، مش انا قلت بيني وبين نفسي ان انا مسامح في 150,000 جنيه ومفتاح عربية صغيرة على الزيرو؟ حصل، وربنا يجعلها من حظك ونصيبك. أنا؟ لا مستحيل. يا ستي مش أنتي، أنتي شوفي لي سكة. أنتي تاخدي المبلغ وتوصليه اللي هيخلص لنا الرخصة، اديله 150,000 وخدي أنتي العربية، تاخديهم الاتنين وتخلصي، ربنا يبارك لك فيهم. شيء بشع، واللي أبشع منه إن الواحد يعيش زمن وبعد سنين طويلة يكتشف كل تناقضاته. نسجل الجزء ده. ماشي خيري، ظبط الصوت بقى يا عم. خش انت بس. لا طب ليه كده بس؟ طيب بالمناسبة خيري، أنا كنت عايز أقدم لك حاجة بس خايف تفهمني غلط. يعني أنا ما بفهمش غلط، دي حاجة بسيطة بس عشان جدع. ده مجنون ولا ايه؟ ازيك يا روبرت؟ جاهز يا عايش؟ هنسجل 5 4. خلاص ما انا فهمت الاخراج بقى. هو الاخراج ايه غير 5 4 3 2 1؟ ما دخلت الجامعة كنا مؤمنين بالثورة ومؤمنين بأفكارها. كانت صورة جمال عبد الناصر على طول في جيبي في البطاقة. قالوا اشتراكية واتحاد اشتراكي، قلت أنا مع الاشتراكية. قليلين مننا كانوا فاهمينها ومستوعبينها، الباقي بقى كانوا واخدها بالوعي. بس احنا تحمسنا وحفظنا الميثاق وسمعنا القرارات الاشتراكية. في يوم
في يوم خرجت مظاهرة كبيرة من الجامعة، لقيت نفسي متحمس وسخن، ولقيت اتنين فحولة كده جم وقاموا شايليني على كتافهم. بصيت ورايا لقيت ألفات ألفات من الطلبة. سخنت، قلت لازم أهتف. هاتف بإيه؟ أكيد بالاشتراكية. أنا هاتف بالاشتراكية والألفات ترد عليا، هاتف بالاشتراكية والألفات ترد عليا. وفجأة فجأة المفروض أنا بهتف وأصوات الألفات ورايا، أنا لقيت الأصوات دي بتبعد 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 بتبعد. بصيت ورايا ما لقيتش حد في الشارع غير اللي شايلني. أتاري بقى المظاهرة دخلت في شارع والاتنين اللي شايلني دخلوا في شارع تاني. حتى صرخ كلهم نزلوني نزلوني نزلوني. فعلا كانوا في منتهى اللطف، نزلوني بس على الاسم، ومن الاسم خدوني على مكان ما عرفوش. وهاتك هاتك يا تحقيقات وتعذيب وضرب. عايزيني انطق وانا صرخ كلهم، والله والله انا بتاع الاتحاد الاشتراكي، انا بحب الاشتراكيه، انا اشتراكي، لا انا اكتر من اشتراكي. وكلمه اكتر من اشتراكي دي هي اللي ودتني في داهيه. اعتقلت واتسجنت بتهمه اني شيوعي. خلي بالك، أنا لما دخلت السجن ما كنتش عارف يعني إيه شيوعية. فجأة لقيت نفسي جوه السجن في بؤرة الشيوعيين، في وسط كل الشيوعيين، مفكرين ودباء وشعراء وسياسيين. بالعشرة معاهم اتعلمت منهم يعني إيه شيوعية. وخرجت من السجن وبقيت شيوعي؟ يعني أمنت بأفكارهم؟ ما اكذبش عليكي، انا خرجت من السجن وانا حاسس ان الشيوعيه دي سكه صح، بس لما اتقبض عليا كذا مره وبقى في بقى ملاحقات ومضايقات من البوليس، اكتشفت كمان انهم ليهم نظره في الشيوعي، انه ملحد مش مؤمن بالله ولا بدين. قلت استغفر الله العظيم، لا عشان ابعد الشبهه دي عني وما يركزوش معايا، مفيش احسن من الهدايه. اخش الجامع اللي حواليا يشوفوني بصلي دايما، مش معقول ساعتها بقى هيقولوا اني شيوعي. قبضوا عليا جوه الجامع على اني اخوانجي واتسجنت. دخلت على الزملاء في السجن، وما اني انا تهمتي اني اخوانجي، اكيد المجموعه مجموعه الزملاء في السجن هيبقوا من الاخوان. انا الحقيقه مانيش عارف للناس دي اي اتجاه. قلت هكلمهم في ايه؟ هقعد اكلمهم في الدين، حتى اكلمهم عن عظمة ديننا وسماح ديننا، واشتم في الشيوعيين الملحدين الكفرة. بصيت كده شمال ويمين بابتسامة ودودة، قلت لهم ما تيجوا يا جماعة نصلي جماعة. انا ما كملتش كلمة جماعة ولقيت الجماعة قايمين عليا، هاتك يا ضرب هاتك يا ضرب. اكلت علقة رقدتني شهر. ليه؟ ليه؟ ما هم طلعوا شيوعيين بس دقنهم طولت في السجن. ما هو في الفترة دي كان في السجن أشكال غريبة، أشكال والوان، مجموعة شيوعية ومجموعة بيقولوا عليها اليسار المعتدل والإخوان ومثير الشغب، ناس لا يمكن تتجمع في مكان واحد. ياه، انا كنت فاكره ان انا بس اللي اتعذبت في دنيتي. عرفتي بقى ليه انا اتاخرت في كليه حقوق لغايه ما سبتها؟ قعدوا يشكلوا ويلونوا فينا لغايه ما بقينا ضحايا.
بس المشكلة إن يطلع من الضحايا قتلة ومجرمين. يعني لو أحداث التاريخ دي اتغيرت كنا إحنا نتغير؟ أكيد أكيد، لو إحنا اتغيرنا التاريخ هيتغير. التاريخ عمره ما يتغير، التاريخ بيعيد نفسه. السيناريو اللي اتلعب على عيلة منافع زمان بيتعاد علينا اليومين دول. ما تنطق يا عرفان، في ايه؟ نعيم اللي انتوا عايشين فيه واللي متمرمخ فيه عايش اخوكوا من دم جدنا منافع. تعرف انك ما عندكش دم، ما بلاش الغاز واتكلم، عايش عمل ايه؟ خاين. خاين؟ هو ولا تقصد عجب؟ وعايش او عجب خانوا ايه بالظبط؟ كان وصيت ابوكو. عارفين الدنيا افضل تبقى مين؟ تبقى دنيا افضل غازي. يا لهوي، اخص عليك يا عايش، خيبت املي فيك. اخص اسفخص، ادي العائل اللي فينا، امال اصغرنا هيعمل ايه؟ ايه اخويا الصغير وجيت ازوره في حاجه؟ دي مشكلة اني ازورك يا عجب. جاء اطمن عليك يا اخي. ممكن يا عجب؟ ممكن. كتر خيرك يا عبد الغني، بس مش عوايدك يعني. جرى ايه يا عجب؟ مش كفاية ان هو جاي لغاية عندك؟ ولو اني زعلان منه يا فرح، البي بطل يتعامل معايا. انا اتفقت معاك وكنت صريح وقلت لك. قلت لي، بس قلت لاخوك عايش اكتر. وتربيت في صدره وعيط وفضفضت له. ايش عرفك؟ عايش قالك؟ ليه؟ هو انت خاين يا عجب؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عبد الغني؟ استنى يا فرح. يبقى عايش، عايش هو اللي قالك مش كده؟ عايش، بس مش بعيد عليه بعد ما هو كمان خاننا كلنا. ايوه كده، فضفض لاخوك عبد الغني. انا ابقى لك على فكرة، أنا ما يهمنيش أعرف أنت خنت في إيه، أنا يهمني أعرف عايش خنا في إيه. أعمل لنا لقمة يا فرح. أحصر الله إزاي عدد الحمير ده؟ مش طالبة في مصر بس، ده في العالم كله. إكسكيوز موا مسيو عايش. جي سوي دون لو بيبيتر. عاوز مني حاجة؟ أنا ماشي. طيب بالنسبة للحمار اللي اشتريته دنيا هانم أخيرا وركناه وربطاه ورا البيت، يا ترى اديتي له حقنة قبل ما تمشي؟ حقن الاتش اتش؟ طبعا اديته الحقن. كويس. اكسكيوز موا. باي. جورج سويل. اوكي. ونلاحظ الرشاقة في المشية في ملابس مريحة. نلاحظ كمان ان جاكيتها واخدة بليسي على فستونات نازله بزراير من الجنب من ظهري. ايه يا ماما؟ ايه يا امي؟ انت هتعملي عرض ازياء؟ اتفضلي يا روسي، اتفضلي روحي انت كمان، انا قاعد شويه. انا كنت ماسه من بدري بس استنيت لما ماجي تمسي. ليه؟ في حاجه؟ كفايه الشغل بقى عايز، انت كده تتعبي. والله يا روسي من جهه بتعب، انا بتعب. في ايه مش عارف. انما هو كله يهون علشان نجيب للحمير حقها بقى. وهاي انا عليكي ايس حبيبي. ايه ده؟ ايه يا امي؟ ايه هتنامي؟ ايه الحكايه في ايه؟ انت ليه مسأسه لعبي معايا التنس؟ عشان انا ماليش في التنس لوسي. انا مرنك. لا ما ينفعش. بليز ايس. اصل مش حسن خاطري. هو ينفع تنس بالليل؟ مستخافي ايس، مستخافي. تقالي تقالي ايس. ايه؟ انت مكسوفه؟ ايه تقاني تقاني؟ انا مش مكسوفه، انا بس مستغرب، انا مش فاهم. ثانيه واحده هلبس واجيلك. يا ريتنا احنا رايحين نلعب تنس. تكلمتي البيت ليه؟ جايز جايز تكون بتغير هدومها وهتلبس ملابس تنس؟ جايز. لو يمكن كمان بتوضب المضارب. وما حاجة في التنس الضربة الأولى.
زي ما جاريها. ايوه جاريها يا عايش، يمكن هي اللي تقدر تستخدمها ضدهم. عايز تهبي نتعشى الاول؟ اولا مش هتعشى، ثانيا احنا اتفقنا نلعب تنس، ثالثا اللبس اللي على سعادتك ده مش بتاع لعب تنس. مش مهم اللبس عايز. رايك مش مهم اللبس. تهبي نت في النور كمان يا قدرة، كمان هنلعب تنس في الضلمة. انا عايز افهم بقى لعبة تنس ايه؟ فين الملعب؟ فين الشبكة؟ فين الحكم؟ فين العيال اللي بيلموا الكور؟ فين المذيع اللي هيوصف في الماتش؟ فين الجمهور؟ معقولة آيس نلعب تنس قدام الناس؟ تقالي آيس تقالي. تعرفي آيس إن أنا حبيتك من أول مرة شفتك فيها؟ آيس آيس نسيتي يا جبانة. مش معقول اكتب له كده، هيقول عليا ايه؟ ايوه يا عيش، انا في البيت. انت فين؟ في الشارع تحت بتعمل ايه؟ عايش خير؟ ما هوش خير، ده شر كنت هقع فيه. طب اهدى، انت بتتنفس بصعوبه. ولا انا كنت هخونك النهارده. تخوني ازاي يعني؟ ها مش عارف يعني، كنت هخونك مع واحدة. طب ولو انت معتبرها خيانة ما خنتنيش ليه؟ ولا طب خلاص انسى اللي انا قلته. غبي، ايه اللي انا قلته لها ده؟ بحبك مش ممكن. ولا الكلمه اللي كاتباها في الورقه دي حقيقي؟